نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، للتو استمعنا إلى السلام الملكي لوطن الحبيب، ونحن أيها الأحبة قبل وقت قليل بالضبط المملكة العربية السعودية تعلن بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق حملتها لاستضافة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2027 تحت شعار معا لمستقبل آسيا. نعم، معا لمستقبل آسيا بهذه الحملة وهذا الشعار وهذا الكلام وهذا الحديث وهذا التزامن، المملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعلن عن إطلاق حملتها لاستضافة نهائيات كأس الأمم الآسيوية. هذا الشعار معا لمستقبل آسيا 2027، بحول الله تعالى أن المملكة العربية السعودية ستكون رائدة، وهي رائدة كالعادة، لكن في كرة القدم في استضافة بطولة كبيرة جدا بحجم نهائيات كأس الأمم الآسيوية. بحول الله تعالى أنها استضافة سعودية منتظرة، واستمرار 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 في النجاحات وفي التحقيق. أتمنى أن يستمر ويستمر ويستمر، لأننا لا نريد الوداع. لكن نبدأ مع جولة 30، نبدأ مع مباراة نصر واتفاق النصر. أيها السيد، يصل إلى سلطان الغنام، سلطان يبحث عن الزميل خالد الغنام في مساحة وفي تمريرة وفي ركلة جزاء أي بداية نصراوية في بأن يعيب تقنية الفار. هذا التأخر الكبير، ممكن جواب بن هيرو كان من البداية أن يذهب ويشاهد اللقطة بنفسه. على كل حال، سقوط خالد الغنام، التدخل أعتقد بأنه كان موجود في هذه اللقطة من عبد الله الخطيب، وحكم المباراة يتحدث أيضا مع فايز السبيعي الموجود، وأعتقد بأن بن هيرو يقول اللقطة ممكن يبدو لي بأنها واضحة جدا. نعم، وللنصر إلا هذا اللقب الذي يبحث عنه وهذه الصدارة التي يريد أن يستمر فيها. الآن حمد الله أمام رئيس بولحي، الآن حمد الله أمام رئيس بولحي. يا الله، حتى في تسجيله لركلات الجزاء التامة متعب يقتام حمد الله. بعد هدف لحمد الله ماذا لدى الاتفاق في الدقائق القادمة؟ سوزة عالية طويلة وإلى الأمام، رأسية موجودة والكرة بتعود، ومادو في التدخل، لكن 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 أكيد حكم المباراة سنصحو عليه غدا. الكرة بتصل إلى عبد الرحمن الدوسري، محاولة المرور، كرة مقطوعة، سيدريك أو هذا دوكارا باتجاه السالم يلعب أمام فريق السابق، العبري راح، جميلة، الله، ثلاث أربع نقلات فقط كفيلة للاتفاق بأن يصل فيها إلى شباك براد جونز، كفيلة للاتفاق بأن يصل معها إلى شباك براد جونز. يا سلام على مجموعة نقلات وتمريرات بتصل بالاتفاق إلى شباك النصر. صالح العمري، يا عيني يا عمري يا عيني، شوف الخطأ من وين بدأ، من عبد الرحمن الدوسري من هناك، الخطأ الكبير بالتأكيد من المحور إلى من دوكارا إلى السالم إلى العمري، ثلاث لمسات فقط أوصلت الاتفاق إلى شباك برادلي جونز. يا له من هدف جميل، يا له من هدف جميل، هدف جميل واعتماد بالتأكيد واستغلال. هذا إذا يقول لك هذا أحسن استغلال من جديد في وسط الملعب لمصلحة الاتفاق. شوف مرتدات، شوف المرتدات، هذا السلاح اليوم، هذا السلاح اللي يلعب من أجله الفريق الاتفاقي، قادم من الدمام من أجل هذا السلاح، والكرة وكورنر اتفاقي. لم يأتي الاتفاق من الدمام من أجل النزهة فحسب، لم يأتي الاتفاق من الدمام من أجل النزهة، لا، أتى ليلعب ويشارك. لكن شوف الروح الرياضية، يا سلام. الاتفاق والحديث عن خالد وعن مساعدة أيضا، كرة ملعوبة، يا عيني يا دوكارا، حلوة دوكارا، حلو المرور دوكارا، لكن الإنهاء لم يكن كما يجب. أسيست، لكن في مباراة اليوم سلطان، ومايكون يخطئ الآن، وفيليب كيش يمر ويسقط ويتحصل على خطأ الله عليك يا غنام، كرة جميلة نصراوية، أوه هدف جميل، لكن الراية تبطل مفعول هذا الهدف النصراوي. الله على سلطان الغنام يا ناس، الله على سلطان الغنام، الله على الظهير. الشوط الأول
هل النصر هدف؟ هل النصر هدف؟ الآن قرار بن هيرو، نعم نعم، إذن هدف نصراوي ثاني عن طريق جوليانو، هدف نصراوي ثاني عن طريق جوليانو. هذه اللقطة مرة أخرى نعلق عليها من جديد. سلطان الغنامي يتقدم، والسلطان يمر بذكاء بذكاء بحرفية عالية، الغنامي حضرها، وجوليانو قبل الوداع يريد أن يودعهم بابتسامة عريضة، يريد أن يسجل لهم وتكون له بصمة في آخر لقاءات. رقم نقطي، كرة إلى حمد الله، حمد الله يحاول المرور، وعبد الله الخطيب يخطئ فيها، والكرة يعاني عليك، الله الله الله. معدل أعمار أيضا لاعبي الاتفاق عند 24، يعني اثنينهم أمامهم جيل شاب جميل. كرة إلى صالح العمري، صالح تمريرة، لكن جميلة القراءة، جميلة قراءة العمري في اللقطة الماضية. كرة ملعوبة، سوزة قوية قوية من بعيد، وبرادلي جونز. سلطان الغنام انتهت إلى ركلة مرمى، شوف اللقطة وتمريرة صالح، ومطالبة أبو يزي، ممكن يشوت، ممكن يشوت، الكرة مررها إلى دوكارا، دوكارا ممكن يمررها لكن تأخر فيها وأرسلها عرضية، التدخل من مايكون، كرة إلى كورنر لمصلحة الاتفاق، كرة ملعوبة من صالح عالية، خطرة خطرة جدا هذه اللقطة، الثاني على التوالي للاتفاق، ممرر عرضية إلى القميزي، هذه فيها تكتيك ولا الكرة بتصل رأسية، جميلة للاتفاق، جميلة جدا، جميلة للاتفاق من عند سيدريك يمبيري، سيدريك يمبيري. شوف اللقطة مرة أخرى، شوف القميزي، شوف اللقطة، شوف سيدريك والرأسية، حلوة اللعبة، حلوة اللعبة الاتفاقية والرأسية الموجودة، والكرة اللي بتمر، الكرة اللي بتمر جيد جدا بصراحة على مستوى الضغط، الضغط 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 العالي، قطع الكرات في منطقة النصر، وفق فيها وفق فيها، ولا يا هزازي، ولا يا هزازي قوية، لكن شوف مايكون، شوف مايكون والسالم الآن، الله حلوة يا سالم، حلوة يا سالم، هذه سلمت منها شباك برادلي جون. كويك بالسلام، كويك بمحاولة، لاعب على لاعب، الضغط عليه موجود، والكرة بتعود من جديد إلى سيدريك، وصلت إلى السالم، السالم عرضية منتظرة، عرضية منتظرة، وبرادلي جونز خلصها أو يقطع كرة في هذا المكان، راح يكون في زيادة أيضا، لكن كرة حلوة جميلة من علي، جميل علي هزازي، كرة حلوة من صالح، والإبعاد إلى الأمام، وصلت دوكارا، استلام دوكارا بالقوة، دوكارا بالتمريرة، دوكارا الكرة وصلت إلى صالح، صالح باتجاه دوكارا، يا دوكارا سوى كل اللي عليه في اللقطة الماضية، هذه نقلات يتميز بها سوزا بصراحة. الكرة إلى صالح العمري، صالح، صالح ممكن يسدد، مرر والسالم، وقوية، والكرة بتنتهي إلى كورنر الذي لم يستقر، الكرة موجودة، محاولة، التقدم، التقدم والعمل، التقدم والعمل، التقدم والعمل، وفي الأخير ينتج عن ذلك هذا الهدف لعبد الفتاح آدم، ثالث للنصر، يا عيني عبد الفتاح، شوف 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 عبد الفتاح فتح أول وثاني وثالث قبل نهاية المباراة بربع ساعة، النصر أعتقد بأنه بصم على النقاط الثلاث بالأهداف الثلاثة إلا إذا سجل الاتفاق في هذا التوقيت. لعم كويكبي يا سلام، مرمى الأول والثاني، مثل هذه الكرات يا دوكارا لا تعليق عليها، لا تعليق عليها، لأنك أنت من أتعب كويكبي بهذا المجهود، كويكبي سوى مجهود كبير وقتلت هذا المجهود وأضعت هذا المجهود بإهدارك لفرصة سهلة جدا وحلوة من الكويكبي، وصلت إلى هزاع، وصلت إلى هزاع، وصلت إلى هزاع، قوية باليمين لكنها بتمر يا هزاع، وعدت سليم، سجل عبد الفتاح آدم حرفيا حرفيا. الاتفاق توقف، توقف على الهجوم، أصبح أداء في وسط الملعب، لكن الآن الله 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 الله، البديل هزاع يسجل، البديل هزاع يسجل، وأي هدف، وأي هدف، وأي هدف، هدف جميل للغاية، جميل للغاية، جميل للغاية. شوف هزاع، هو 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 اللي أخذها من مايكون، وهو اللي مر، وهو اللي سدد، الله 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 الله. في وقت كنا نتحدث عن أن الاتفاق توقف حرفيا عن التقدم إلى الأمام بعد أن سجل عبد الفتاح آدم الثالث، يرد هزاع سريعا، يرد هزاع ويسجل الهدف الثاني بلقطة جميلة، لقطة جميلة من المأمون ومن المتحدث.
والشوط الثاني ومباراة ككل تنتهي. مبروك للنصروية، هارد لك للاتفاقية، يا جمالك يا هزاع في ذلك الهدف الجميل جدا والذي يستحق أن يكون أيضا واحد من أجمل أهداف المباراة.